كلامنا ما بينتهيش، لاننا في بلد قررت تكتب تاريخها على ارضها، فسمت شوارعها باسم عظمائها وابطالها علشان تفضل الناس فاكراهم على مر الزمن. يلا بينا نعرف حكايتنا النهارده. هو الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحه المصريه وقت حرب الاستنزاف، واحد اهم العسكريين العرب في القرن العشرين، اللي اغتالته ايد الغدر وهو على الجبهه وسط رجالته، وهو بيقدم نموذج مكرر من النماذج المصريه المشرفه اللي ضحت وبتضحي كل يوم بالغالي والنفيس علشان تحمي كل حبة تراب من تراب أرض مصر. له شارع مهم باسمه في الدق بمحافظة الجيزة، وله معالم كتير باسمه في كل أنحاء مصر. وإذا كان الشارع باسم الجنرال الذهبي، فالصدفة الجميلة أنه كمان مقر إقامة وعمل الطبيب والجراح العالمي الذهبي برضه، الأستاذ دكتور أحمد عادل نور الدين، أحد أفضل 100 جراح تجميل في العالم حسب تصنيف المؤسسات ومراكز التقييم الدولية. لكنه بصراحة مش طبيب أو جراح فاخر بس، لكنه شخص نادرا ما تجود الدنيا بمثله، خلقا وتدينا وسماحة وجه ولطف وحاجات كتير قوي صعب انها تتجمع في شخص واحد، الا لو كان اسمه الاستاذ دكتور احمد عادل نور الدين. يمكن نكون خلصنا حكاية النهاردة، لكن مصر حكاية كبيرة عظيمة ما بتنتهيش. سلام.